لكن ما خلصناش من الازمات ومن القضايا. عايز اقول لكم حتى هذه اللحظه وانا بتكلم لم يصل للجنه التظلمات اي شكوى من محمد الشيبي او نادي بيراميدز على القصه بتاعت حسين الشحات. يعني حتى هذه اللحظه ما وصل لهاش اي شكوى خالص. وعايز ابقى اتكلم في القصه دي عشان عندي فيها تفاصيل. خليني الاول اخد كابتن عماد النحاس، ربما يبقى عنده راي فني في مباراه النهارده، انا ما عنديش الحقيقه. لكن كابتن عماد عامل زي ما تكون يعني سؤال صعب في الامتحان ومحيرك. كابتن عماد مساء الفل. مساء الفل يا محمد، الله يكرمك يا شباب. يعني انا ما عنديش يعني الماتش اساسا يعني متواضع جدا فنيا. الموسم خلص يعني، الموسم مش كده؟ تحصيل حاصل كده. يعني ماتشات الموسم تحصيل حاصل. الموسم انتهى. لا طبعا هي مباراه، لو انت بتكلم محمد فنيا فهي طبعا هي متواضعه. النادي المصري جاي من خساره بطوله، كان بيمني نفسه زي ما بقول ان هو ياخد بطوله في ظل الظروف اللي كان بيعدي فيها الفترات الاخيره النادي المصري. النادي الاهلي الموضوع مختلف، مجموعة الشباب عشان تشوف مين اللي يقدر يكمل معاك، مين اللي يقدر يطلع إعارة، بتقيم مجموعة الشباب. شفنا حماس كتير جدا طبعا في أثناء المباراة، أثناء 90 دقيقة، لكن شفنا برضو وجوه شابة مبشرة. يعني في أنا عجبني معتز السردباك ده. يعني لما تلعب اتنين لعيبة 2005 في وقت يعني من بدري ما شفناش كده يعني في النادي الأهلي، تقريبا من حسام عاشور ما كانش تقريبا في سن 18 سنه، او انا اخر حد، لا سوري معلش، رمضان صبحي كان اخر حد تقريبا في السن ده اللي هو 17 18 سنه هو اللي ابتدي. لا بس خد بقى، اعتقد ورافت خليل كام سنه؟ رافت خليل، لا رافت 2003، رافت 2003 كده اوكي. لكن رافت وكريم الدبيس لا لعب، والناس لعبت منتخبات. لكن برضه يا استاذ محمد حضرتك عارف ان انت اللعيب مع اللعب تقدر تستفيد منه. يعني شفنا الناس اللي طلعت اعارات ولعبت يعني اعاره ويلعب، هي بيكتسب خبرات في الدوري لانه بياخد عدد ماتشات وياخد عدد دقايق وياخد احتكاك كويس يقدر يرجع ويفيد النادي الاهلي. شفنا كده في عبد المنعم، كده في لعيبه كتير يعني. ففي لعيبه هو اكيد الراجل بيشوف ان مين يقدر يكمل، تقدر تستفيد منه، مين يقدر يطلع اعاره وانت شايف انه ممكن يلعب، لا مين ممكن يقعد يستفيد من التمرين وياخد يكتسب خبرات من زمايله ومن المدرب اللي موجود، مش لازم يطلع للعب يعني. لازم تصبر عليه شويه كمان في النادي، مش هقول ان هي مباريات الناشئين، لك على قد ما هو يبقى متواجد مع الدرجه الاولى. يعني انت محتاج ان معتز ممكن يبقى متواجد مع الدرجه الاولى او يطلع يبقى في الاعاره بس يطلع للعب. عشان برضو انت طلوعك للاعاره في المكان ده ممكن تطلع ما تلعبش، مش هيبقى فيه نسبه استفاده للنادي الاهلي. انت عايز اللعيب اللي يطلع يلعب، ممكن تكون نسبه الاستفاده اكتر انه يكون موجود في النادي تمرين تحت رؤيه الجهاز الفني، يشوف يتعود اكتر على الاجواء جوه النادي الاهلي، يعيش اكتر الظروف جوه النادي الاهلي. واظن ان دي خدمت لعيبه كتير النهارده. ما كناش هنشوف كريم الدبيس بالشكل ده النهارده، بيلعب بكل ثقه ثاني او ثالث مباراه بيشارك فيها. نفس الكلام لرافت خليل، بشوف ان هو ممكن ما يكونش بيلعب في مكانه. رافت لعيب مباك بيلعب فيرود النهارده ومش مكانه طبعا، والماتش اللي فات كان بيلعبه برده نزله راس حرب، لكن برده هو موجود في الملعب. فخري من اكتر الناس اللي لعب، فبرده نفس الكوكا برده نفس الكلام. بتحس انه يعني خلاص مش الولاد بقى صغيره خلاص، بقت يعني لعيبه اتحطت خلاص على الـ على الـ على السلم زي ما بيقولوا، ينطلق بقى سواء بقى ينطلق جوه النادي الاهلي ويشيل النادي الاهلي او يطلع للاعاره ويكتسب خبرات من اللعب ويرجع. هل في الاسماء دي حد انت ترشح انه يكمل مع الاهلي؟ خد بالك الاعارات كمان يعني في العدد بقى قليل، بقى سبعه بس. مظبوط، والسنه الجايه بقى سته. كان مفتوح الاول، ده الاهلي كان عنده فوق ال 20 اعاره الموسم الاخير ده. مظبوط، لان انت خد بالك دي مشكله جديده هتواجه الانديه. انا ما اعرفش برضو اتحاد الكره اخذ قرار مفاجئ في القصه دي، وبرضو من يمكن حضرتك تناقش الموضوع تشوف الفايده منه من القرار للانديه والضرر برضو للانديه، لان اكيد اي قرارات ليها فايده وليها ضرر. النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول عنده اكتر من 20 لعيب مثلا اعاره ما بين سنتين وما بين سنه ما بين لا ولاعيبه مرتبطه بعقود. انا ما اعرفش برضو اهلي او زمالك او في انديه عندها اعارات كتير، فبرضو دي لعيبه مرتبطه بعقود. انا ما اعرفش هيبقى مصير العقود دي ايه، وهل النهارده اكيد هيبقى لها حلول يعني. لكن انا بشوف ان معتز لو خرج للعب هيقدر تستفيد منه في المكان ده بشكل كويس، خاصه المكان ده
يمكن النادي الاهلي في الفتره الاخيره مش هو بيعاني منه، اللي موجود كتير، لكن ممكن الاصابات وشويه هبوط مستوى مع ضغط المباريات مع الغيابات، بتحس شويه ان المكان ده فيه تاثير. يعني انت بحس ان انت محتاج فيه لعيبه اكتر. هسألك على حاجة بعيدة عن المباراة بتاعت النهاردة، في اتجاه انه سعد سمير يرجع ويلعب موسم مع الأهلي. هو سعد سمير رجع خلاص، يعني انتهت إعارته المفروض اعارته خلصت. مع فيوتشر. فيوتشر أنت مظبوط. كنت متابعه في فيوتشر؟ طبعا اكيد. تقييمك إيه لسعد سمير واحتياج دفاع الأهلي ليه من عدمه؟ طب انا يعني هنقول الاول مثلا، يعني هي التقييم نفسها لنادي فيوتشر تجربة مفيدة جدا، وكان منافس قوي بداية من المركز الأول، وبعدين بقى المركز الثاني، بقت منافسة على المركز الثالث، يعني نهاية الموسم مع المركز الرابع، ضمن من بدري التواجد في بطولة أفريقيا. الموسم اللي فات كان في بطولة أفريقيا، سعد من القوام الأساسي اللي كان موجود في دفاع فيوتشر السنة دي. سعد ومرعي من أكتر ممكن الاثنين اللي لعبوا السنة دي، بعد غياب ممكن موسم او موسمين ويمكن اكتر من موسمين، سعد ما كانش بيشارك بصفه اساسيه، لكن الموسم اللي فات كان اساسي. هل العوده ممكن لتكريم سعد على مجهوده اللي قبل كده هو وحمل الفكرة كراتين الفرقه؟ سنة ويشوفه يعني. طبعا طبعا، هو يعني بحيث ان هو يختتم حياته ممكن في النادي الاهلي، طبعا نوع ممكن. من التكريم هل يعني. الرؤيه، هل الرؤيه تبقى كده؟ وارد، حضرتك عارف ان الامور دي في النادي الاهلي وارده بشكل كبير، يعني خاصة ان سعد يعني خروجه كان لمصلحة سعد، بس انا ولو قعد بتكلم من موسم الناحية تمام وما الفنية. لعبش. انا بشوف اكتر مع الناحية الفنية اوضة اللبس، يعني لو انا مش هستوي، يمكن الكلام ده نقولته على ايمن اشرف، يعني ايمن اشرف من اللعيبة السنة دي، من اللعيبة الكبيرة اللي موجودة في النادي ومن كباتن الفرق، اللي تقريبا ما خدش فرص نهائي، رغم كده يعني ردود افعال بسيطه جدا، يمكن مش ما حدش يلاحظ حتى ان كان في ردود افعال، مفيش مشاكل على مدار الموسم، بيمشي بشكل كويس، يليه باسم ايمن اشرف. والمجهود طبعا والاداء اللي اداه في النادي خلال الاربع خمس مواسم اللي فاتوا، يعني فممكن يكون نفس الكلام برضو مع سعد. ليه لا؟ سعد برضو من اللعيبه اللي خدم النادي حتى في الفترات اللي يعني ما كانش اقصد في بيلعب. ظل وجود عبد المنعم وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمود متولي واللعيبه وانا دي. والله في ظل ضغط المباريات اللي فيها النادي الاهلي، مش حد بيلعب النهارده غير النادي الاهلي، وبيبقى النادي مش محظوظ اللي عنده مباراه متاجله مع النادي الاهلي. في ناس خلصت الدوري من 13 7 تقريبا، و14 7 و15 7، مظبوط، وفي ناس مكمله لسه ل 30 7 ل 3 8. خد بالك الاهلي و3 8 30 7 مظبوط. لحد الجائزه، الاهلي كسب الداخليه او الداخليه كسب حتى يعني في الكاس، هيبقى في لسه مباراه مع المصري بعدها باربع ايام في دور الثمانيه، فلغايه 3 8 طب بس محمد، المصري يعني ومن سيلتقي معهم الاهلي او الداخليه، الموسم شغال ل 3 8. فاحنا بنقول في انديه تقدر تدي راحات للعيبه ويفكر في القايمه القديمه ويفكر في القايمه بالنسبه له الجديده، يسيب مين ويشتري مين ويتعاقد مع مين وينظم اموره كويس ويظبط معسكراته كويس ويظبط فتره اعداد كويسه وياخد راحه مناسبه. وفي نادي بيدي الراحات بتاعته جوه الماتشات زي كده، النهارده بيجيب 10 لعيبه مثلا مش موجودين، ياخدوا راحه 4 ايام وبعدين يرجع يشتغل، وبعدين يبقى تمام. عندك ماتش مهم في دور ال 16، وبعدين يبقى عندك ماتش اهم في دور الثمانيه لو عديت طبعا الداخليه. الداخليه قعد في الدوري، لما يكمل هيكمل باي لعيبه؟ كان عنده لعيبه اعارات، هل اللعيبه دي مشيت ولا هتكمل؟ الدوري بالنسبه لهم خلص، مهمتهم خلصت، ان الفرقه خلاص ابتعدت في الدوري. اللعيبه الاعراض برضو مصيرها هي اللي لسه الموضوع اللي كنا لسه هي بنتكلم فيه. بصراحة الماتشات حتى الاتنين الماتشين اللي جايين دول في الكاس دول ما لهمش أي طعم، وهتعمل مشاكل كتيرة جدا، لأن الداخلية زي ما حضرتك بتقول حضرتك يا لعيبة. محمد، النهارده انت النهارده القيد يفتح بكره، صح؟ مظبوط، القيد للموسم الجديد هيفتح بكره. يعني اللي قايد لعيب بكرة يلعب يوم الأحد. ده هو ده مع برضه، هل ده يعني طبيعي؟ طب هو اتعاقد مع لعيب مثلا؟ حاجات المفروض من تلاحم الماتشات او المواسم بتعمل لنا شويه مشاكل، يعني وانا بقول ان ده معانا لا من يعني الزمالك، 2020، يعني الاهلي لو قايد بكره امام عاشور يلعب. ما ده اللعيب طبعا امام متقيد طبعا معانا. مصاب، انا بهزر، لكن اقصد اقول بس انا ما اقصد برضه، هل الماتش اللي جاي هو الماتشات اللي جايه مثلا بعد فتح القير هي ماتشات موسم قديم ولا يا موسم جديد؟ كابتن يعني مفيش حاجه اسمها لعيب مقيد ما يلعبش، مفيش حاجه اسمها ما كده، انا بسأل طالما حضرتك، انا قيدته من غير ما نسال، ما يعني هو طالما انا اتقيد اصبح يلعب لعيب رسمي يلعب. تمام، يبقى اصبح ان ده موسم جديد. هو بص بقى، بص يا كابتن عماد، هي برضه ما بين الجديد والقديم، بين السماء والارض،
يعني عشان ده طب هنفضل امتى بين السماء والارض؟ هنفضل لغايه امتى يعني؟ احنا على لا طول على طول بين لا السماء بس اظن والارض. برضو اللي حصل السنه دي يعني برضو ان انت يعني كان دوري السنه دي كان اكثر انتظاما. النادي الاهلي النهارده لما ده انت شارك في لسه كاس العالم الموسم الجاي يا للانديه، كابتن، ده لسه يا كابتن عماد الموسم الجاي. عشان كل ما يزيد عندك التزامات اهلي زمالك بيراميدز فيوتشر منتخب هيحصل عندك لا توقفات. ده الموسم الجاي عندك معمعة. طيب ما انا بقول لحضرتك منتخب كل ما عندك بيحصل تصفيات كاس عالم وعندك كاس امم. وكاس امم، كل ما بيحصل منتخب اولمبي توقفات عنده للدوري استعدادات للدوره الاولمبيه وعنده دوره اولمبيه. وعن دوري اولمبي، اهلي فده عنده بطوله مستحدثه اسمها دوري السوبر الافريقي بجانب دوري ابطال افريقيا. الله يكون في عون اتحاد الحاج الكره عامر. لانه عنده وقت طويل فعمل لنا كاس النخبه. اربع فرق، وبعدين لما الاهلي وهنتكلم بعد شويه في التفاصيل فبيفكر تمام. يعمل سوبر لوحده ونخبه لوحده، انت عارف عندنا وقت. بجانب الدوري والكاس والرابطه و و و وعد بقى. خلاص يا استاذ محمد احنا نزود عدد الايام السنه 365 هنخليها 666 لا احنا نشتغل زوجي عشان بالسنتين، عشان انا ما بشتغلش بالسنه، احنا دوري كل سنتين دوري. لا والله والله صح والله بالاجنده دي الله يكون في عون الناس اللي بتعرف اللي اه تقدر طبعا تنظم. طبعا، ده غير خد يعني احنا بالك معلش ايه انا بطوله اسف انا اسف لو عربيه احنا بنهزر يعني انا اسف لو احنا بناخد الموضوع بهزار لا الله يكون في عون الناس اللي بتنظم. كل اي دي ما هو اجنده برضو يا وكل دي كابتن ايام. يعني احنا عندنا مشكله من 2020 من وقت الكورونا وتاجيل الدوري والثلاث شهور اللي عدوا هم اللي عاملين معانا الفرق. انت كل شويه بس عمال تكسب وقت ده يعني خد بالك الدوري نادي النهارده زي خلص الاهلي كمان، سبعه. ده احنا يا كابتن عماد بنتكلم ان الاهلي الموسم بتاعه هيخلص اذا كسب الداخليه لسه ماتش المصري، 3-8 فما بالك لو الاهلي مثلا يعني وافق انه يشارك في البطوله العربيه زي كل الانديه اللي مشاركه، يعني انت يعني كل لا كان زمان الانديه ودلوقتي دلوقتي يبقى موجود هناك كانت الماتشات دي مصيرها ايه؟ مظبوط؟ ده دي نقطه. يعني لو هو مشارك زيه زي الوداد والرجاء واتحاد خلاص هو هو اتحاد حاليا بص جده حاليا في والنصر كل السعوديه. الانديه الكبيره مشاركه والزمالك وكل ما الانديه انا بقول الكبيره لحضرتك مشاركه. حاليا حاليا في الوقت اللي احنا فيه هو في السعوديه. كان زمانه في السعوديه. طيب مصير الماتشات دي كانت هتبقى ايه؟ ده ما سؤال انا اهو. بقول عشان كده عشان كده بقول لحضرتك هو صعب جدا واذا على الاهلي مثلا كان قرر كمان يشترك في كاس الرابطه ما اعتذرش، كان برضه زمان ليه ماتشات اترحلت، ما كانش قفل 26 7 اصلا، ده كان ماتشات كتير جدا. طبعا كل ما بتزيد عدد الماتشات وكل ما بتزيد الاجنده الدوليه كل ما تلاقي عندك توقفات كل ما السنه مستحيل تعرف تحدد سنه. وبعدين بقى الميزه بقى في ظل كل الكلام ده تلاقي الاتحاد يقلل في القيد، يعني يبقى 30 لعيب فقط، الاعارات يبقوا 7، يبقى ما يعني يقلل عدد اللعيبه اللي على ذمه كل نادي. انما هنشوف. الله يكون في العون، الله يكون في عونك. الله يكون مظبوط في العون. كابتن عماد هنشوفك فين قريب؟ احنا الله سامعين ان في المستعان اخبار حلوه في الطريق، الله المستعان. في فعلا عروض وحاجات كده ان شاء الله قريبا. والله هو الاسم موجود في يعني في على الترابيزه في اكتر من نادي. فتره التغيير حاليا في المدربين فانت متاح. يمكن انا قلت مع حضرتك المره اللي فاتت الواحد نفسه يبقى موجود من اول الموسم يعني عشان تبني بايديك ال عشان تعرف تشتغل كويس يعني دي في اصعب المنطقه. حاجه انك تروح على تجربه كانت موجوده بس بتبقى حاجه صعبه. بتبقى يعني اكيد بتبقى صعبه. هي ممكن تبقى سهله في اوقات وصعبه في اوقات تمام. لكن مع تجربتين الامور كانت صعبه. فانا بتمنى طبعا كل واحد بيشوف اللي هو بيتمناه ايه اللي ممكن يعني يخدمك اكتر يعني. بالتوفيق ان شاء الله يا الله كابتن يكرمك عماد، وانا استاذ محمد انا اشوفك بشكرك دايما على شكرا خير. بشكرك شكرا جزيلا الكابتن عماد النحاس.